السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا اليوم الرابع بإدخال الأزولة على علبة الدجاج البياض. إذا صورة تكون واضحة، أزولة مع شعير مع شوية الخالي مع الرمل الأبيض. يعني الهدف هو من التجربة الأولى أني أحاول أني أوفر نص العلب. الحمد لله رب العالمين، يعني من ثاني يوم من استخدام الأزولة بلش الازدياد في البيض معنا. هاي الفترة ما في بيض، يعني قبل ما ادخل الازولة كان معدل البيض عندي من 10 ل 11. الحمد لله رب العالمين بلش يرتفع حتى وصل امبارح اول امبارح 21. الحمد لله رب العالمين. يعني انا مش هدفي اني اسوق للازولة او اسوق لغيرها او انا بدي ابيع للناس ازولة وتربح. انا شفت انه الازولة بالسنوات اللي انا استخدمتها فيها، يعني خلينا نقول هي المنقذ والمخلص. ما في ثبات بأسعار العلف ارتفاع، ما في نهائيا أي نوع من الاستقرار عند المزارع. بعرف ناس يعني كثار عنهم شغلهم سواء في تربية الدجاج البياض أو اللحم أو الأغنام أو الأبقار بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، ارتفاع يعني رهيب بسعر الأعلاف، وصار الموضوع أنه يخسر. حاليا يعني الحمد لله رب العالمين نجح معنا جدا في الدجاج اللاحم ونجح على مستوى الأغنام. هاي يعني أنا تجربتي الشخصية فيها والتجربة الحالية على الدجاج البياض. هاي الفترة هي مش فترة بيض، يعني كل اللي عنده دجاج بعرف أنه الدجاج وقف البيض، ولكن ولله الحمد يعني باستخدام الأشياء الطبيعية زي الرمل الأبيض أو ما بسموه إخوان المصريين بودرة بلاط والأزولة والشعير والنخالي، في توفير في العلف وفي زيادة في البيض، زائد اللي أفرق طعم البيض. برضو طعم البيض أفرق، يعني في فرق ما بين البيض اللي كان يطلع في الأول بدون أزولة وما بين اليوم. والصحة الحمد لله رب العالمين تمام. يعني نسأل الله التوفيق إلنا ولغيرنا. يعني إحنا ما بنقدر نلوم حدا على ارتفاع الأسعار، يعني بعد حرب أوكرانيا ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، ارتفاع أسعار العلف بشكل جنوني. يعني خلينا نقول نأخذ مثال عنا، يعني ما بدنا نقول تقصير من حكومتنا، ولكن يعني حكومة عندنا مش قادرة تدفع الرواتب، فبدنا نستنى منها أنها تعوض المزارعين أو أنها تدعم العلف، لا. فأصبح موضوع الأزولة أو الأعلاف البديلة، والحمد لله رب العالمين شايف يعني في رواج في الضفة الغربية بشكل مش طبيعي لاستخدام البونيكام. يعني برضو حل من الحلول. البونيكام تتراوح في نسبة البروتين 12.5% ل 22%، في ظروف معينة نقدر نتحكم فيها في البروتين الموجود في البونيكام. طبعا نسبة البروتين العالية الموجودة فيه يعني هو مش رايح يخلصنا من قصة العلاف، ولكن لأنه صار عندنا إحنا توفير في سعر القش، يعني إحنا بنستخدم البونيكام وبنقدر أن نشبع بإشي تكلفته مش عالية، بصير عندنا كمان توفير في الأعلاف. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله التوفيق للجميع، وربنا يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع. ومرة أخرى أنا مش هدفي تجاري نهائيا، بنزل اللي بده حابب يزرع يزرع، اللي عنده زارع وحابب ياخذ معلومات او نتشارك المعلومات او نستفيد. يعني خلينا نقول هي منصه بشكل عام نتبادل فيها الخبرات باذنه تعالى، واي معلومه باخذها من اي شخص يعني شيء طبيعي رايح اني اشوفها واجربها، وان كان فيها شيء صح ننشر دائما الصح، وكل الناس ان شاء الله رب العالمين تستفيد وتتعلم. يعطيكم الف عافيه يا رب.